مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. معنا بالتليفون اليوتيوبر المصري اللي يعيش ويخدم في تونس نيكولا يوسف. معنا بالتليفون. صباح الورد، مرحبا بك. عسلامة نوفل، صباح خير، بونجور، عسلامة شوينس الكل. مرحبا بك. دونك خلي نلخص في كلمتين. فجأة نيكولا يوسف وليت عامل بوليميك وعامل إشكالية. أنت يوتيوبر مصري تعيش وتخدم في تونس، عندك سنين توا، من أين عام؟ من 2014 يظهرلي. من 2014 أي بالضبط. جوان من 2014، فكر الشهر حتى مش فاكر اليوم بالضبط، أما وقتها شهر جوان 2014 بالضبط. 2014 دونك هبط ستاتيو، معناتها قلت فيها وكيف نشفى من حب تونس، جرب تخرج مضمون من البلديه، جرب تاخذ فيزا والعيذ بالله تاخذ اقامه، جرب تخدم الدرون نتاعك في اي بلاصه، جرب تخدم فريلانس وتخلص، تخدم فريلانس وتخرج، جرب ما تخدمش فريلانس وتخلص، جرب تخرج بعد العشره نتاع الليل، جرب تعمل تحويل بنكي وتخلص اي حاجه بالدفيز، جرب الانترنت من كذا وكذا، جرب تخرج من الخدمه وتلوج على تاكسي، جرب تمشي في السونتر فيل وانت شاد تليفونك في يدك. كل ده وفما برشا اخرين هو عيل سريع وفعال للشفاء من حب تونس، تنجموا وتقولوا لهم. دونك كان رد كبير من معناتها اثارت برشا جدل وبرشا اتهموك بالاساءه لتونس، ناس مشهورين ومواطنين عاديين. فما شكون اطلق هاشتاج برا روح كيما عفيف الغربي مثلا، سمير الويفي قال، لطفي العبدلي قال اذا كانت مصر ام الدنيا فانا تونس ابوها فمنع من دخول مصر، علاش ما تقولش هذا على بلادك وغيره وغيره وغيره. يلا نيكولا يوسف، لو تفسر لنا الاطار اللي قلت فيه وردود الفعل اللي ريتها انت حسب ما قريت لك كانت عنيفه جدا، شنو رايك في اللي صار؟ باهي كما قلت لي توا، من برشا حاجات صاروا، نحس توا فجأة بالحق خايف نقول حتى كلمة، يعني بالحق أي حاجة باش نقولها نلقى رد أجريسيف على الآخر، يعني الموضوع توا سخون والعباد الكل، أنا نفهم التوانسة بالكدا وتسمى تونسي ديجا في برشا حاجات، اللي يعرفوني بالحق والقراب مني يعرفوني في كل شيء، مانيش باش نحكي برشا في الموضوع هذا خاطر ديجا حكيت في برشا. اما توا فجأة كما قلت انت، حملة قومية وهاشتاج برا روح وعدو الشعب رقم واحد يس على فدليكة هبطها. دونك كيفاش جات الفدليكة نحكي لو كيفاش الستاتيو جاء ونقول لك انا شنو شايفه غلط عملته وشنو شايفه رأيي في الموضوع. اول حاجة الموضوع جاء كيفاش، يعني العباد بالحق تخمم ان مثلا الموضوع تخمان فيه او موضوع كبير برشا بالنسبة لي، انا جست فما طفلة عمل الدوموند عندي، عمل الدوموند على الفيسبوك عندي تبقى أمين معايا، دخلت على البروفيل نتاعها نلقى كلمة كتبة في البروفيل نتاعها كيف تشفى من حب تونس. جات في مخي أول ما شفتها هذه، جات في مخي مواقف أنا عشتهم هكا، قلت المواقف هذوما كان ديما لما نكون تشد الصف في بلاصة ولا مش عارف العباد الكل تقعد تشكى وتقعد تحكي وتقعد تقول، قلت إيه كان أنا كل العباد أصحابي ونفلك معاهم بالفازات هذوما كلهم هذا ونحكي مع بعضنا ونفلك مع بعضنا كيما أنا ديما نحكي، خاطر فما كوتي أنت ديما كل روحي مصري من أول من عندي 6 سنين نحكي ديما على روحي مصري، أنا عندي كوتي مصري وعندي كوتي تونسي، نحكي على مصر كأني مصري، نحكي على تونس كأني تونسي. دونك كي نهبط ستاتيو كيما هكا ديجا يتسمى 1% ولا اقل حتى من العادي على اللي نشوف فيه كل نهار، كل نهار نشوف في التوينتا شنو يكتبوا، خاطر انا ديجا العباد الكل عندي واصحابي الكل توينتا واللي تبعوا فيا الكل توينتا، والمصريين اللي عندي ما استناش مسارة، حتى عائلتي بطلوا يتبعوا فيا خاطر قالوا لي ما نفهمش في كلامك انت ديما ليل نهار تحكي في كلام احنا حتى ما نسموه. دونك بالحق انا حكيت في ستاتيو هبطته بالحق، حتى يعني عباد حسيت ان هو باش عباد كده شنو هو هذا ده كوبي كلي من اللي نقول فيه ديجا كل يوم، هو ديجا واخد الاستاتيو كوبي كلي، يعني ما حكوش معايا في المضمون بتاع الاستاتيو، جوست حكاو معايا بطريقه انا نسمى هي راسيزم على الاخر، كيف تجذب تقول تحكي عنه على جنسيته وعلى دينه وعلى لونه وعلى اي فازه عنه هو شخصيا وتنقدها او تنقد الحاجه دي وتحكي على رايه انه هو هكذا، هذه تسمى راسيزم. دونك اللي يحكي بفازه كوتي انت مصري ما تنجمش تحكي، هذه راسيزم صريحه ما فيها حتى كلام. اما انا غلطت، نجم نقول انا غلطت في 3 حاجات اساسيه، ثم 3 بوان بعد ما رجعت نفسي وقريت كلام العباد كتبوه، انا غلطت في 3 حاجات. اول حاجه العباد بالحق نوفل العباد تبع فيها خاطرني نحب تونس، يعني
من اول نهار العباد بدات تبع فيا خاطر نحكي على تونس الباهي، وشافوا فيا كما تقول النظره الباهيه لتونس، ويشوفوا تونس بعناية وتونس بعيون مصريه، وكبرت العشرين حاجه عن تونس والى اخره. دونك لما شافوا عندي انا كيف تشفى من حب تونس، العباد الكل مستنيه تقرا كلام محلاه نيكولاس هذاك ديما يحكي حاجات باهيه. فكانت شوك على الاخر، شوك العباد كانت شوكي شويه اللي هو صدمت. عليش ده اول حاجه ان انا الشوك نفسها كانت مش حلوه، ان انا استخدمت جمله العباد كلها في نظرهم وديما في مع التوانسه ياخذوا فاسون، هي ان انا استخدمتها فاسون بتاعت فدلي. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان انا ديما نحكي اون بوبليك، كلامي كله انا نحب نسمع العباد نحكي اون بوبليك. دونك البوبليك يعني دونك انت قاعد تحكي مع الشعب، الشعب فما برشا كاتيجوري، فما اللي يحب يعرف نيكولاس بالكدا، فما اللي ما يعرفوش، فما اللي هو يسمع كلام كيما هكا برا ويتعدى، فما اللي باش يفهم، فما دونك انت لما تحكي كيما كلام كيما هكا للبوبليك وتسيبه هكا الماء على البطيخ، دونك بيان سور باش تلقى كلام. بس الموضوع لما يزيد اكبر الموضوع بيان سور الناس هتبقى متفاعله معاه، فصعب للاسف النيجاتيف مش بالنيجاتيف. ثالث حاجة وأهم حاجة هذه بالحق، إن أنا برشا بيت قالوا لي كلام أنا فعلا يعني ما فهمتوش شوية، أو بالحق حسيت إن هو وجعني شوية، إن أنا أول مرة حسيت إنه أول مرة حسيت بالحق بالغربة هون. يعني أنا ديما نقول إن أنا ما نحسش بالغربة في تونس، أما أول مرة نحس بالغربة في تونس، أول مرة نحس إني بالحق أنا براني، كيما نقول ناكل في الغلة ونكل في الملة ولا جاكيري ولا ملاك ولا الامثال التونسيه اللي استخدموها مش عبروا عن ان انا ناكل الجميل، وان انا توانسه حبوني وطلعوني وعملوا لي برشا حاجات، وانا جيت هكا ننقد في تونس ونقول عليها كلام خايب عشان بالحق انا ما فهمتش. يعني لو هو العباد تحكي ان حريه التعبير ربحتها تونس من الثوره وكل شيء، فهل حريه التعبير اللي يحكوا عنها جست مقصوره على التونسي فقط؟ يعني انا كواحد نعيش في تونس ما عندي حتى حق ان نحكي في حتى شيء بفليك او نورمال، ما عندي حتى حق ان نتكلم حتى شيء. والكوتيل الاخر، هل انا خاطر انا مصري او انا عربي او هكا يبقى تونس في بلاصه اخرى بعيده عنا جمله، ويلزمني اتحمل ويلزمني تولي مزيه ان هم خلوني نعيش بحداهم او خلوني نعيش هوني نحكي بحريتي هكا تولي مزيه، وانا ديما نقعد هكا حاشم ونشكر في العباد يعطيكم الصحه ان انتم قابليني ان انا نسكن هذه جميع فوق راسي من فوق من سي يعطيكم الصحه ميرسي، وما نحكيش ما نتكلمش بس نقعد هكا شادد بلاصتي رايد كما تقولوا اقعد ريد عايش ولدي وما تتكلمش. انا بالحق حسيتها قوي على الاخر، يعني حسيت يعني اول مره من 2014 من 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 5-6 سنين حسيت بالغربه بالحق في تونس. به خليتك تحكي خاطر اكيد انت حاسب وجيعة، لانه كانت فما ردود فعل عنيفه. انا ما نتقلقش لو كان نعطي رايي، انه قد اكون مختلف مع نيكولا يوسف اللي قالوا، وانا نحكي مع اليوتيوبر المصري اللي هبط ستاتيو كيف نشفى من حب تونس ولقى ردود فعل عنيفه، قد اكون غير موافق على كلامه، ولكن انا نحكي للتوانسه راهو حريه التعبير تعني ان نسمع كلام ما يعجبناش ونسكتوا ونقبلوا. حريه التعبير تعني انه مصري تونسي ياباني هندي اندونيسي ينجم يقول اللي يحب في حتى في كل بلاصه، كيما تونسي مثلا عايش في فرنسا ويهبط يسب فرنسا عادي، من حقه انه يعبر. رده الفعل العنيفه انا نرى انها زايده، انه نقولوا له برا روح انا نرى انها غير لائقه بشعب حر. احنا ديما فخورين انه تونس هي دوله الحره، انه تونس هي عملت ثوره والدوله الحره الوحيده في العالم الثالث تقريبا. دونك الحرية هي أنك تترك غيرك حتى لو أنت مختلف معاه 100%. أنه نقول لك برا روح أنا نعتبرها زايدة، وأنه نعتبرها عنف تعرض له نيكولا يوسف أكثر من اللازم، وخاصة وقت اللي يجي من ناس معروفين للأسف، ولا من صحفيين وغيره. معناتها نحكي على برا روح ولا العنف، ولا أنت تاكل في الغلة وتسب في الملة والكلام هذاك الكل. نيكولا يوسف أنا تعاملت معاه قبل حتى في التلفزة، وهو مصري معروف بحبه لتونس، وانتشرت فيديوهاته لأنه مصري يحب تونس. ولكن لو مصري يحب تونس في 6 سنين لاحظ بعض السلبيات وقالهم، لا تصبح قضية أمن قومي. معناتها هو مصري وعبر على رأيه، واضح هذا رأيه. ولكن نرجع نيكولا يوسف، معناتها أنا خليتك تحكي لأني حاسس بالوجع اللي أنت تحسها، ولكن هل ندمت
نيكولا يوسف على ستاتيو اللي هبطته؟ هل حسيت انك قمت بحاجه خليت التوانسه ياخذوك؟ انت عايش في تونس وتعرف انه التوانسه يحبوا بلادهم ما يحبوش يسمعوا كلام خايب على بلادهم. هل ندمت انك هبطت ستاتيو نيكولا؟ اولا نقول يعطيك الصحه، متشكر جدا على كلامك والستيان اللي تقول فيها، والاصحابي بالحق يعني فما كوتي كبير من اصحابي كلهم يقولوا لي ديارنا مفتوحه على خاطرك، نجي نقعد بحدايك، ما يقلق حتى حد. جست يعني بالحق شفت برشا 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 حب على الاخر يعني واسيني في اللي انا فيه. مش معناتها واحد يقول جمله ما تعجبنيش ونقول له برا واحد، وهذا كلام معناتها تو هذا كلام بعد 10 سنين ثوره وحريه؟ معناتها انا رفيق كان رفيق المخرج يقول لي كلام خايب نقول له اخرج عليه من استوديو؟ تو هذا مش معناتها حريه، بلي فهموني مش معناتها حريه، معناتها لازمك تقول كلام يعجبني، لازم تقول لي مريم لك لكح المحلاه، معناتها ما سي با نورمال. الحريه راهو امشي لفرنسا وسب رئيس فرنسا، حتى فرنساوي ما يقول لك برا وحراو، تمشي لفرنسا لقح ويجه، معناتها احنا في تونس ما لقيناش تلقيح. دونك هل انت هذا كلام قلناه برا للمبدا نيكولا، للمبدا انت حر في اي كلام تقوله، وتونس دوله حريات، حتى لو انا مختلف معك. يا خويا نفترضوا انا كرهتك نيكولا بعد اللي كتبته، ولكن لا يمكن ان ادعو لطردك، ولا يمكن ان اقول انت هنا بمزيه منا. انت حر تجي لتونس وقت اللي تحب وتروح وقت اللي تحب، هذا 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 مبدا به. لكن انا نحب نقول حاجه على السؤال اللي انت سالتوني، خاطر السؤال بالحق. هل ندمت انك هبطت ستاتيو؟ اي انا توا جست انا لما حتى كنت نقول كلام باهي، يعني كي نشكر في تونس ونقول في كلام باهي، كان فما برشا عباد تسيبني يقول لي هاك في القفه وخاطر تخدمهوني، يعني النيجاتيف الكوتي نيجاتيف او الاعتراض باش يجيك مهما كان شنو تعمل، هذاك طبيعه البشر عموما. اما انا باش نقولها هكا ماليش، الكلام اللي باش نقوله توا ماهوش كلام باش يصلح الكلام، ده كلام انا ديما نقوله اصلا. ديجا انا ديجا قلتها قبل، انا ديجا مواطن اوروبي، يعني زاد انا عندي ناسيوناليتي ما هيش مصريه حتى، وده مش معناها ان انا مش مصري. اما انا شنو جنسيتك انت؟ عندك جنسيه شنو؟ انا جنسيتي يوناني من المولد، وحتى ما عنديش باسبور مصري، عندي 10 سنين يعني ما استخدمتش الباسبور المصري عندي 10 سنين. انت يوناني وتوا ما عنديش اصلا. دونك انا نحب جوست نقول لك حاجه، انه انا عندي لوبورتينيتي ان انا اعيش في الاوروب، ومشيت ديجا لامريكا عندي ما عنديش برشا باش نشوف العيشه غادي. اما انا بالحق وحدت في تونس، انا نشوف في تونس خير من امريكا وخير من اوروب وخير، وما نحبش تونس يحكي عنها حتى عبد بالخيب، لا اجنبي ولا عربي ولا مصري ولا هندي ولا حتى شيء. وكان انا نشوف حد، انا نحامي على تونس ونحكي ونضرب بالبوني على اي حد يحكي عنها بالخيب، وبالعكس نشوفها خير من البلاد هذوما، مش نشوف ان انا عندي الحق نحكي عشان خاطر اجنبي، ولا ما عنديش الحق نحكي على خاطر انا عربي. والكلام اللي انا قلته مانيش ندمان عليه الجمله، وباش نقعد هكا نقول في رايي ونقول في شنو نحبه يتصلح وشنو نحبه يتبدل، ونحب نشوف تونس كاحسن بلاد. انا ديجا لما نمشي بلايص كيما المهديه وكيما عين دراهم وكيما البلايص هذوما نشوفهم احسن من سويسرا. نمشي كنت نحكي مع واحده سياحه في مصر جات مؤخرا، قلت لها لازم، قعدت نقنعها تجي لتونس، لها تمشي عين دراهم تلقى روحك في سويسرا، اما ما فماش خدمات غادي، ما فماش سياحه، ما فماش واضح. انت مش ندم نيكولا بالنسبه للتوانسه اللي تمسوا من كلامك وقالوا لك هذا كلام يوجعنا، وانت مقيم بيناتنا ما حقكش تقوله، شنو تجاوبهم؟ نقول لهم بكل بساطة، أنا كي حبيت تونس وعشتها، وأول حاجة كي سألوني علاش قاعد أنت في تونس، قلت لهم خاطر نحس روحي حر، قلت لهم خاطر نحس روحي نجم نكون كيما أنا نحب. تونس عطتني الفرصة أني أكون بشخصيتي وبطبيعتي ونعيش حياتي، وتطلع شخصيتي تظهر شخصيتي بالفاسون اللي نحبها ونعبر عنها. واضح نيكولا. وبالنسبة سؤال آخر، كان وصلت المرحلة يا نوفل، أنا بقول لك كان وصلت المرحلة بالحق، كان وصلت، أنا كان خرجت الموضوع ما كانش ما طلعش بوليميك على الفيسبوك، كان خرجت للكيان، لقيت بالحق فما عنف، ولقيت بالحق ان انا ما نجمش نعيش في تونس. دونك كهو يعني مانيش باش نقلق، ومانيش باش نحس نكره تونس ولا نكره التوانسه، جمله. ونيكولا شنو تقول اللي يقول لك اللي قلته في تونس ما تنجمش تقول 1% نتاعو في مصر، تكلم في مصر، شنو تجاوبه؟ نقول بكل بساطه، كل بلاد ورطالها، انتوا حتى موجود المثل هذايا، كل بلد عندها تقاليدها وعندها عاداتها وعندها السيستم نتاعها. وشنو تجاوب للي عمل لك هاشتاج برا روح، شنو تقول له؟ نقول له يعطيك الصحه، يعني نقول له متشكر جدا، وانا ما عندي حتى مشكله، كان بالحق المشكله نتاع الحاجات اللي قلتها هي اني نكون مانيش موجود في تونس، وبالحق انا قلت لك انا خرجت الكيس ولقيت راي العباد هكا فيا، وان العباد بالحق ما تحبنيش نكون موجود، دونك مانيش باش نكون موجود تو سامبلومون. هل تشك انه تنجم تصير لك هذه؟
اي يعني انا كيما نشوف في الباهي كيما نشوف في الخايب، دونك ما صورتش حتى 1%، صورت فما مكعبات تتقلق يقولوا عليا كلام مش عارف نحكي معهم شويه نبولد ونفلكوا، اما تطلع حمله قوميه ونلقى الاعلاميين الكل والفنانين الكل ولا شغله مش شاغل، هو جرب انترنت من عند شكون وجرب فريلانس ومش عارف، حتى انا الحاجات اللي نكتبهم فما حاجات منهم ريال وفما حاجات منهم مستدلك على الاخر، يعني ظاهر ان هي التدليكه مش نورمال، يعني جرب تخرج من الخدمه تلوج على تكتيش هذاك كلام ما يفهمش من نوع التدليك، وديجا نضحك في البوست وحاطط سمايلي قد هكا وحاطط ضحك وحاطط فازات ونضحك مع العباد، هذاك ماهوش ظاهر ان هو التدليك، حتى كان انت تشوفوا ان انا ماسط يا ولدي انا ماسط ولقزه وكل تحب علي انا ماسط على الاخر والتدليكي ماسط مش نورمال، هذاك تعمل عليه حمله قوميه باش تطردني وبعد تقول لي انت ماسط. واضح معناتك كان جينا الماسط نطردوه من تونس توا نطردوه برشا. نيكولا واضح يعطيك الصحه، شكرا على ردك. انا قلت للمبدا انا نقول وما يهمنيش في ردود فعل الناس، للمبدا ما نجمش واحد نختلف معاهم نقول له بالروح، نعتبر اللي في تونس يعتبر روحه في دارهم، نعتبر اي اجنبي في تونس يتمتع بحقوقه كيما التوانسه وهذا ما معنى بلد حر. انت موجود في تونس وقلت برشا كلام حلو على تونس، انت انقطها نجم كن مختلف معك ولكن لا يمكن أن أدعو لطردك لأنه مش لائق بتونسي أنه يطرد شخص لأنه ما عجبتوش تونس، معناتها عادي نجم يجي يقول تونس مش عجبتني ويحبها تتحسن وهذا عادي. نيكولا يوسف اليوتيوبر المصري شكرا ليك، دونك حكى لي أول مرة بعد الحملة القومية اللي راها على الناس اللي تغشت منه، أنا ما وضحتش رأي راه نجم كنت تغششت من كلامه، ولكن ندعو أنه الحرية يكون عنده حرية ويكون عنده بطبيعة الرأي باش يعبر عليه. نيكولا يوسف نجم تعاودوا تسمعوه على الانترنت، حكى على الحملة القومية وقال انه قال الكلام انه اصدم برده فعل نتاع برا روح وغيره، وقال انا شكرت برشا تونس والنقد اللي قلته فيه برشا ضمار. يلا